ذو المنقار الأصفر أثناء سيره، ويتميز بمنقار طويل يستخدمه في استكشاف الأرض بحثا عن الحشرات الصغيرة. إليكم معلومة أخرى، الحيوان السري لا يأكل السمك. يأكل لقلق مراب والحيوانات الميتة عادة، حتى إنه يتجه إلى حرائق الغابات ليبحث عن أي حيوان ميت يأكله. إنه طير جارح، ولذلك يصطاد الحيوانات الحية، حتى إنه يهاجم صغار التماسيح ويأكلها. ويتميز بفتحة جناحين تعتبر الأكبر بين جميع طيور العالم. هناك طيور جارحة أخرى تعيش في إفريقيا،